نشرة الظهر من القناة الوطنية الأولى والبداية بالعناوين. حصيلة مؤقتة، تركيا وسوريا تتجاوز 5000 قتيل وأكثر من 20000 مصاب مع تواصل عملية البحث عن ناجين. مد تضامني عربي ودولي كبير للمناطق المنكوبة، وتونس توجه فرقا من الحماية المدنية وتدعو الأطباء الراغبين في التطوع للمساعدة على تجاوز تداعيات هذه الكارثة. بحضور أكثر من 200 خبير من مختلف دول العالم، توصيات ومقترحات حول تأثير الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية على قطاع التأمينات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية التي نستهلها بتطورات الوضع جنوب تركيا وشمال سوريا اللتين تعرضتا لسلسلة زلازل مدمرة. فقد توقعت منظمة الصحة العالمية أن تكون حصيلة القتلى أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولية، بينما بلغ عدد ضحايا الكارثة وفق التقديرات الرسمية أكثر من 5000 شخص. يواصل عمال الإنقاذ جنوب تركيا وشمال سوريا وسط برد قارس عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي انهارت جراء سلسلة الزلازل العنيفة التي هزت البلدين وتسببت في إسقاط آلاف المباني بما في ذلك العديد من المجمعات السكنية والمستشفيات. وفيما أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية ووزارة الصحة وفرق إغاثة سورية أن الحصيلة تجاوزت 5000 قتيل وآلاف المصابين والمشردين، هنالك مخاوف من أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع بهذه الوتيرة، خاصة وأن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن قرابة 20000 شخص قتلوا جراء الزلزال. منظمة الصحة العالمية التي تتوقع أيضا زيادة في الحاجة إلى الرعاية المتعلقة بالإصابات لعلاج الجرحى ودعم النظام الصحي بأكمله في المناطق المتضررة. منظمة اليونيسف أكدت من جانبها أن آلاف الأطفال والأسر عرضة للخطر في أعقاب الزلزالين المدمرين في تركيا وسوريا، ففي تركيا تتركز الجهود حاليا على البحث والإنقاذ، أما في سوريا فتقوم اليونيسف بتقييم أثار الزلزال، موضحة أن تدمير عدد كبير من المنازل أدى إلى تشريد العائلات وتعريضها للعوامل الجوية في ظل انخفاض درجات الحرارة والثلوج. وكانت الصين قد أعلنت تقديم دفعة أولى قدرها 6 ملايين دولار تقريبا كمساعدات طارئة لجهود الإغاثة في تركيا، موضحة أن الصليب الأحمر الصيني سيقدم مساعدة طارئة قيمتها 100000 دولار لكل من تركيا وسوريا. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أعلن أيضا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين طلب من كبار موظفيه تحديد التمويل الذي قد يكون متاحا لمساعدة تركيا والمنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض في سوريا. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة شاكر عمار القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة تونس بأنقرة. أهلا بكم سيد عمار، إذا آخر التطورات فيما يتعلق بصحة الجالية التونسية في تركيا، مع العلم أن هناك أخبار جيدة عن جيهان الغرياني ورامي مصدق ورانيا الزين، ونحن بدورنا نطمئن عائلاتهم، ويبدو أن هناك عمليات لنقلهم إلى إسطنبول. مرحبا، شكرا. بدايه تحيه لك ولكافه معناتها مستمعي الاذاعه الوطنيه والترجمه الوطنيه والاذاعه الوطنيه. دونك مباشره بعد حدوث هذا الزلزال وهذه الكارثه يتم الكلمه كارثه غير مسبوقه في تاريخ تركيا، قمنا بتوجيهات مباشره من سياده الجمهوريه ومن سياده الخارجيه بمتابعه الوضع عن كثب بالتواصل مع السلطات التركيه المعنيه ومختلف الاطراف المتدخله في الموضوع، والى حد هذه اللحظه لم يقع تسجيل اي وفيات او مصابين في صفوف الجاليه التونسيه والحمد لله. نعم. والحقيقه هي كانت هذه تونس كانت من بين الدول الاوائل التي بادت بالاعلان عن توجيه هذه المساعدات للشعبين التركي والسوري. ونحن كسفاره من خلال متابعتنا مع السلطات التركيه المعنيه لمسنا هناك معناتها استحسان وصدى ايجابي كبير بالنسبه للاتراك، سواء لدى هيئه اداره الكوارث الطبيعيه او مسؤولي وزاره الشؤون الخارجيه، وهناك معناتها صدى ايجابي للفه الكريمه لسياده الجمهوريه
لهذا المدى التزامني مع شعبين التركي والسوري. طيب سيد عمار، طيب سيد عمار، هل ستتم عملية إجلاء التونسيين في غضون هذه الأيام؟ والله احنا نتابع معناتها الوضعيات اول باول في صوره ورود اي معناتها طلبات للاجلاء او المساعده. نعم. نحن على تم التعديل كما قلت لك، احنا عندنا توجيهات من اعلى هرم السلطه بالتعاون مع هذه الوضعيه ومع التسجيل المباشر مع جميع افراد جاليه، وللغرض تم تشكيل خليه ازمه تشتغل 24 ساعة على 24 ساعة على مدى ساعة في كل السفارة، وبالتنسيق أيضا مع سيدنا في وزارة الخارجية كذلك شكلوا فريق عمل لتنسيق المواقع وتنسيق التدخلات. نعم. في هذا الموضوع، والحمد لله كما تفضلت سيادتك، الحمد لله لحد الآن في كان أجزاء إيجابية، وهذا أقل حاجة على المستوى الرسمي، ما فيش أي وفيات الحمد لله أو إصابات. واحنا على مستوى السفاره كوننا لجنه للتدقيق في عدد التونسيين وفي الوضعيات، وقمنا بعدد الاستفسارات الحمد لله، حصلنا عبر الهاتف على العديد من المواطنين المقيمين في المناطق التي شملها الزلزال، وهي مناطق عديده اكثر من 10 او 9 مناطق تضررت بشكل مباشر او غير مباشر بهذه الكارثه، والاغلبيه تحصلنا عليهم. فقط بقيت بعض المواطنين اللي يبدو ان المخالفات هذه الكارثه اثرت بصفه مباشره على المواصلات والاتصالات، دونك احنا ان شاء الله نحاول نتبعوا معناتها حاله بحاله، وفي اي ظروف اي معطيات جديده احنا مع تواصل مباشر مع الخارجيه ومع وسائل الاعلام للافاده باي معطيات جديده ان شاء الله. نعم سيد شاكر عمار القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة تونس بأنقرة، شكرا جزيلا لكم، ونعتذر مشاهدينا الكرام عن رداءة الصوت من المصدر. ومعنا مباشرة عبر الهاتف التونسية جيهان الغرياني التي تعيش بمدينة هاتاي التركية. جيهان، في البداية الحمد لله على سلامتك. إذا نتفهم مبدئيا أنك في وضع الصدمة، القنصلية التونسية تواصلت معك، فأين وصلت الأمور إلى حد الآن؟ عايشكم ساعة. نحب نشكر توانسة الكل اللي كلموني هوني، نحب نشكر القنصلية زادة اللي كلمتني من شوية وأكدوا أنهم شي ينقلونا من هوني. الوضع ما منيش عارفة شنو الكلمة اللي تنجم توصف بالحق الكلمة، معناها الوضع شنو، وضع كارثي بأتم معنى الكلمة. معناها أكبر من دولة ما تنجمش تركيا وحدها تحل المشكلة هذه. برشا عباد، برشا بنايات صاحب، برشا عباد موتى أكبر من العدد اللي قاعدين يقولوا عليهم. حتى لتوا في هاتاي ما فماش المساعدة اللازمة، فما برشا عباد مازالوا تحت الأنقاض هوني، برشا بنايات صاحت، أما حتى حد ما ينجم، لا نجم يقرب لهم ولا نجم يخرج أي واحد منهم. جيهان، أنت ما زلت محاصرة في مدينة هاتاي؟ ما زلنا في هاتاي. لو تصف لنا الطريق مسكر هوني اليوم، اعلنوا من شويه السلطات التركيه انه سكروا الطريق، ما عادش نجم لا نخرج ولا يدخل اي واحد من للهاتاي كثير المساعدات. نعم، هل هناك عدد كبير من التونسيين في هاتاي؟ حسب اللي نعرفه لا، يعني مقارنه بجيليا السوريه والجيليا المغربيه، ما الجيليا التونسيه ما هي جيليا كبيره برشا هوني. نعم. لما فما هذا ما يمنعش انه فما عدد عشرات يمكن ولا نعم جيهان الغرياني، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس رسالتي تعزية إلى كل من الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب خلالهما باسمه الخاص وأصالة عن الشعب التونسي عن خالص عبارات تضامن تونس وتعاطفها مع الشعبين السوري والتركي الشقيقين إثر الزلزال الذي جد صباح أمس وخلف آلاف القتلى والجرحى. وجدد رئيس الدولة تأكيده استعداد تونس التام للوقوف إلى جانب الأشقاء في سوريا وتركيا في هذه الفاجعة وتقديم العون والمساعدة الأخوية لتجاوز تداعياتها. وكان مصدر مأذون من رئاسة الجمهورية قال في وقت سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه سيتم إرسال 14 طن من الأغطية والطعام وحليب الأطفال إلى هذين البلدين، كما سيتولى الهلال الأحمر التونسي منح مساعدات عاجلة للمتضررين، ستتولى طائرات عسكرية نقلها، وسيتم أيضا توجيه فرق من الحماية المدنية التونسية ودعوة الأطباء الراغبين في التطوع للتوجه إلى المناطق المنكوبة للمساعدة على تجاوز تداعيات هذه الكارثة. دعا الهلال الأحمر التونسي الإطار الطبي وشبه الطبي من المتطوعين في هياكله الوطنية والجهوية والمحلية إلى التسجيل الفوري اليوم على بريده الإلكتروني استعدادا للمساهمة في البعثة الرسمية لتقديم جهود الإغاثة في سوريا وتركيا عقب الزلزال المدمر. وحث الهلال الأحمر التونسي الإطار الطبي وشبه الطبي من المتطوعين الراغبين في تقديم المساعدة للمتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب كل من سوريا وتركيا أمس الاثنين ومن لديهم جوازات السفر إلى إرسال مطالبه للمشاركة على البريد الإلكتروني كرواسون contact@croissantrouge.tn. وفي تطورات الأوضاع الجوية أكد المعهد الوطني للرصد الجوي عدم وجود موجات للمد البحري تسونامي على كامل السواحل التونسية نتيجة لسلسلة الزلازل التي هزت وسط تركيا وشمال غرب سوريا. ونفى المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ له تسجيل محطات رصد الزلازل أي حدث زلزالي للبلاد خلافا لما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي. ويعتبر زلزال تركيا وسوريا من أعنف الزلازل على مر التاريخ وفق المعاهد الجيولوجية في بريطانيا والولايات المتحدة، وقد حدث في منطقة زلزالية من المناطق الثلاثة المصنفة في العالم وفق ذات المصدر. قال بعض علماء الزلازل وباحثي المسح الجيولوجي من الولايات المتحدة وبريطانيا إن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قد يكون أحد أكثر الزلازل تسببا في وقوع ضحايا خلال السنوات العشر الماضية، حيث تسبب في صدع يمتد طوله لما يزيد عن 100 كيلومتر بين الصفيحة الأناضولية وصفيحة العربية. وعلميا فقد كان مركز الزلزال على بعد 26 كيلومترا تقريبا شرقي مدينة نورداي التركية وعلى عمق نحو 18 كيلومترا عند شرق الأناضول. ووفق جامعة لندن للحد من الزلازل والكوارث فإن زلزال تركيا وسوريا يعتبر من أعنف الزلازل على مر التاريخ، حيث وبمقارنته بالزلزال الذي ضرب وسط إيطاليا في عام 16 و2000 بقوة 6.2 درجة على سلم ريشتر فإن الطاقة المنبعثة عنه تزيد بمقدار 250 مرة عن زلزال إيطاليا. وتعتبر بعض أجزاء المعمورة أكثر عرضة للزلازل من غيرها وفق المعهد الجيولوجي البريطاني وكذلك المعهد الأمريكي اللذين يتحدثان عن ثلاثة أحزمة تقع فيها معظم الزلازل في العالم، وهي منطقة الحزام الناري على حافة المحيط الهادئ وتشهد أكثر من 80% من الزلازل نتيجة الحركة التكتونية المستمرة للصفائح في هذه المنطقة، والحزام الألبي ويقع في منطقة تمتد لأكثر من 15,000 كيلومتر من جاوة وسومترا نحو المحيط الأطلسي عبر شبه جزيرة الهند الصينية وحزام منتصف الأطلسي، ويحدث زلازل تحت الماء بعيدا عن الأماكن الحضرية.
وبالعودة إلى مساعي مجهودات الهلال الأحمر التونسي، تنضم إلينا مباشرة عبر الهاتف بثينة جراجبة الناطقة الرسمية باسم الهلال الأحمر التونسي. أهلا بكم سيدة بثينة. إذن دعوة الهلال الأحمر التونسي للمساهمة لتقديم جهود الإغاثة في سوريا وتركيا، إلى حد الآن كيف يبدو حجم التفاعل مع التونسيين؟ مرحبا، شكرا لكم. الحقيقة حجم التفاعل كبير جدا منذ اليوم أمس. يتم التنسيق وخلية الأزمة منعقدة منذ الحقيقة منذ وقع الزلزال. احنا بدينا في تواصلاتنا الدولية مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال، جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع الهلالين السوري والتركي، معناتها زملائنا في الحركة الدولية. بدينا لمعرفة الحاجيات. سيادة رئيس الجمهورية اللي تفاعل مباشرة وأذن بإرسال المساعدات. الدولة التونسية والهلال الأحمر دائما على استعداد وعلى تم الاستعداد كما في كل مرة لإغاثة أي إنسان في أي مكان، وخاصة أشقائنا اللي مصابهم عجلل، اللي نعزيوهم ونعزيو عائلاتهم، وكل تضامننا مع الجرحى ومع المصابين. بدأت تجميع المساعدات الآن على أشده. عمليات الشحن ستنطلق إن شاء الله بعد قليل ويوم غد. هذا هو نداءنا لكل التونسيين اللي مازالوا ما تفاعلوش، يتفاعلوا معنا مع نداءاتنا باش يكون فما مساعدات غذائيه، باش يكون فما اغذيه، باش يكون فما جريري، باش يكون فما ادويه، وايضا باش يكون فما فرق طبيه وفرق اسعاف. نعم، فيما يتمثل تفاعل التونسيين؟ التونسيين الحقيقه هاو بداوا يتصلوا بمقراتنا من اجل تقديم المساعدات. احنا كنا اعلنا على نوعها النوع العاشر، لانه في تواصلنا مع الهلال الاحمر السوري اكثر حاجه عاجله هي الاغذيه والجريري، دونك على خاطر الناس منازلهم تهدمت وما عادش عندهم اماكن والدنيا بارده، اذا حاجتهم في حاجه عاجله جدا في الاغذيه والجريري. كذلك الادويه مع عماده الصيادله، وتواصلنا مع السيد وليد مبروكي عماده الصيادله اللي هما توا في تنسيق مع وزاره الصحه مع السيد المدير العام من اجل شحن الادويه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سنكون في الموعد في غضون الساعات القليلة القادمة. نعم، الناطقة الرسمية باسم الهلال الأحمر التونسي بثينة جراجبة، شكرا جزيلا لكم. فاقمت العاصفة الثلجية شديدة البرودة معاناة اللاجئين القانتين بمناطق شمال غرب سوريا وسط تشكي النازحين من نقص المدد الإنساني من المنظمات الدولية. عاصفة ثلجية قوية تضرب الشمال السوري وتكسو الجبال والتلال برداء أبيض، ولكن حذاري، فخلف هذا الجمال الطبيعي مشهد آخر مؤلم، حيث تكتسح الثلوج مخيمات اللاجئين، وحيث يجاهد النازحون لطرد هذا الضيف الثقيل من فوق خيامهم البالية أصلا، ومنها ما لم تعد تقوى على المقاومة فكان الانهيار مصيرها. ضربت عاصفة ثلجية مناطق شمال غرب سوريا وأدت لإغلاق كثير من الطرقات. قامت فرقنا بعفرين بفتح هي الطرقات، بالاضافه لفتح طرقات للمخيمات، لانه يعني معاناه العاصفه الثلجيه زادت معاناه اهالي المخيمات تحديدا، لانه الخيم يعني ما تحمل كميه هالثلوج هي. احنا عندنا 3 سنين بالمخيم وعندنا شتويتين بنعاني من الثلج. الثلج مو شو مثل العرب، بتسهر للصبح وما بتنام في الليل مشان التلج، بيعملوا بالمساحه بالكريك بعودي مشان ما تقع فوقهم. هذيك السنه خيم وقعت فوق العالم كثير. الوضع هنا في مخيم المحطه في ريف عفرين بمنطقه راجو سيء، قرابه 650 شخصا تاويهم 125 خيمه فقط. هنا البرد عدوهم الاكبر، واقصى ما يطمحون اليه هو الحصول على الدفء، الى درجه انهم يضطرون الى حرق ملابسهم في غياب وسائل التدفئه المناسبه، لتتعمق الماساه باندلاع حرائق داخل الخيام. والله حاله يعني تحزن، لا جابونا قرفونا، لا قعدونا بدار، عنا نقعد بدار، لا عنا شيء. في مثل هذه الأحوال الجوية حيث تنخفض درجات الحرارة إلى الصفر، تزداد المخاوف من تسجيل حالات وفيات سيما لدى الأطفال والمسنين.
الكل في هذه الخيام يشتكي نقص مساعدات المنظمات الدولية والإنسانية، غير أن مناشداتهم لم تلقى استجابة فعلية إلى حد الآن. وإلى أن يصلهم المدد أو تخف عنهم قساوة الطبيعة، تبقى تلك العيون ترقب من يرحمها ويفك عزلتها. لليوم الثاني تواصل أسعار النفط ارتفاعها بفعل مخاوف الإمدادات بعد أن أغلق الزلزال محطات وقود في تركيا وفي بحر الشمال، وسط زيادة التوقعات بانتعاش الطلب في الصين. مع زيادة التوقعات بانتعاش الطلب على الوقود في الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تواصل أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي نسقها التصاعدي، مدعومة بمخاوف نقص الإمدادات بعد انقطاع النشاط بمحطة رئيسية في تركيا تصدر يوميا مليون برميل من النفط الخام، وإغلاق حقل آخر في منطقة بحر الشمال بالنرويج ينتج أكثر من 500 ألف برميل في اليوم نتيجة الهزات الارتدادية للزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا. وقد أدت هذه العوامل إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى 81.39 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أكثر من 74 دولارا للبرميل. يأتي ذلك في وقت سجل فيه الدولار الأمريكي تراجعا في مداولاته، متأثرا بتوقعات المتداولين بشأن مدى الزيادة في أسعار الفائدة التي سيقدم عليها مجلس الاحتياطي الاتحادي للبنك المركزي الأمريكي لمجابهة التضخم. في المقابل ونتيجة لهبوط قيمة الدولار، سجلت أسعار الذهب من جديد صعودا في مبيعاتها بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ السادس من جانفي الفارت، وقد سجلت المعاملات الفورية للأوقية زيادة ب 0.4%، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ب 0.4%، وذلك لأن ضعف الدولار يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لمستعملي العملات الرئيسية الأجنبية. التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتأثيرها على قطاع التأمين موضوع طرح للتدارس خلال لقاء قرطاج 16 بجزيرة جربة، بهدف تبادل الخبرات وإيجاد الحلول لهذه التحديات. التغيرات المناخية في تونس بتواترها غير المعلن وتكررها غير المعروف، إلى جانب تداعيات الأزمة الاقتصادية وتأثيرات التضخم المالي في العالم، أبرز محاور فعاليات الدورة 16 لملتقى قرطاج للتأمين وإعادة التأمين الذي تنظمها الجامعة التونسية لشركات التأمين وإعادة التأمين بحضور أكثر من 200 خبير من مختلف دول العالم للبحث في سبل مواجهة هذه التحديات الجديدة لقطاع التأمين في تونس والعالم. التأمين اللي هو بالأساس يأمن حاجات اللي هي احنا نسميها الياتوار، معناها مش من المفترض تصير كان في مرة من قتل. هذه ولت حاجات معناها ثابتة، لكن لازم قطاع التأمين وقطاع إعادة التأمين بالتوافق وبالتنسيق مع الدول والحكومات لازم نلقاو حلول تأمينية لتأمين البشر ولتأمين زاد المؤسسات والاقتصاد نتاعنا والبنية التحتية نتاعنا. أهم التحديات في الوقت الحاضر هي التغيرات المناخية، تأثيرها على جميع البلدان العالم تقريبا، فرصة لتبادل الخبرات وفرصة للمقابلات الثنائية لربط العلاقات، إن شاء الله نخرج مخرجات تكون تفيدنا كقطاع. لأنه وصلت مثلا فيضانات السيول في تونس، صارت حرائق الغابات في الجزائر في المغرب في تونس، واليوم احنا بنشوفوا هذا الزلزال اللي صار بتركيا وسوريا ولبنان، الوضع الاقتصادي واللي انتم تعرفوا الاسباب نتاعو، الاسباب نتاعو جيوسياسيه، الحرب الاوكرانيه الروسيه اعطت او انتجت مشاكل كبيره جدا، واهم مشكله فيها هي التضخم. ملتقى قرطاج في دورته 16 والثانيه على التوالي بجزيره جربه اشرف على افتتاح فعاليته وزير الشباب والرياضه، وفيه تم بحث المسؤوليه المجتمعيه خاصه لشركات التامين واعاده التامين في قطاعات عده، لا سيما الشباب والرياضيين المتألقين والمبدعين في تونس والعالم.
التأمين وإعادة التأمين من قبل يخدم على المسؤولية المجتمعية، أما ما كانتش الرياضة يعني متواجدة في النصوص القانونية كنقطة في المسؤولية المجتمعية. وقعت تنقيحة ووقعت إضافة الثقافة والرياضة إلى هذه المسؤولية. هي التحديات الكبرى التي يرفعها المشاركون في هذا الملتقى من أجل إيجاد توصيات وصياغ لمواجهة ما يشهده قطاع التأمين وإعادة التأمين من أزمات وتحديات وكيفية التعامل معها. خصصت جلسة عمل وزارية للنظر في مشروع مقترح استراتيجية وطنية للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة، وقدمت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي في هذه الجلسة التي أشرفت عليها رئيسة الحكومة نجلاء بودن، قدمت عرضا حول أهم محاور الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتصرف في النفايات وأهم أهدافها، وأوصت الجلسة بمزيد التعمق في الملف المعروض والبحث فيه مع مختلف الأطراف المعنية في إطار مقاربة تشاركية وإعادة عرضه لاحقا على مجلس وزاري للمصادقة. تقرر تأجيل إضراب قطاع النفايات الصلبة والسائلة المبرمج لأيام 7 و8 و9 من فيفري الجاري إلى أيام 4 و5 و6 من أفريل القادم بعد التوصل إلى اتفاق. وتم خلال جلسة تفاوض أشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية مالك زاهي إمضاء الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة لقطاع النفايات الصلبة والسائلة، وذلك بعد الاتفاق حول جميع النقاط الخلافية الواردة به. وكان عمال النفايات الصلبة والسائلة قرروا الدخول في إضراب بكافة مصبات ومراكز التحويل والنفايات السائلة بكامل تراب الجمهورية وفق برقية تنبيه، وبالإضراب الصادرة عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، ونذكركم بعناوينها. حصيلة مؤقتة لزلزالي تركيا وسوريا تتجاوز 5000 قتيل وأكثر من 20000 مصاب مع تواصل عمليات البحث عن ناجين. مد تضامني عربي ودولي كبير للمناطق المنكوبة، وتونس توجه فرقا من الحماية المدنية وتدعو الأطباء الراغبين في التطوع للمساعدة على تجاوز تداعيات هذه الكارثة. بحضور أكثر من 200 خبير من مختلف دول العالم، توصيات ومقترحات حول تأثير الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية على قطاع التأمينات. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على موقع التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.